اليوم اعوان سونيغاز جات سويفي في هذا الليل. الطريق ما كاش، مثلا الاناره، مثلا الماء، هادو كاع ما كاينينش. ماذا بينا هاد الامور تتسول؟ كاين امور عالقه مع المكتسبين الاخرين اللي باقيين يعني حتى 300 سكن. قدمته المدير العام تاع لا ديال في الجزائر، وصلت لهم هذا المشكل، راه تعاود ثلاث مرات، هذه المره الثالثه اللي راهم يهرسوا التروتوار ويعاودوه. المشكل الرومبلي، التراب اللي ردموا به موش مليح، وكاين مخبر الاشغال العموميه قال لهم بلي التراب هذا ماهوش مليح وخدموا به ونورمال.